وسط كل الامور الصعبه دي والتيارات الغريبه والمشاكل، الا ان احنا زي ما انت شايف ان احنا بنصلي دون اي مضايقات ودون اي اذى من اي شخص ايا كان، بل في مساعدات امنيه. احنا عندنا قدام الكنيسه كل يوم جمعه بتيجي عربيه شرطه بتقف عشان خاطر تحفظ الامن بالنسبه للمكان. احنا بنصلي دايما من اجل السلام. تعلمنا الكنيسه والايمان ان احنا نصلي من اجل السلام في كل العالم، ولكن احنا النهارده بصفه خاصه جينا الكنيسه هنا مع صلواتنا حددنا وقت للصلاه من اجل سلام مصر وليبيا. احنا حاسين مفيش تغيير في الوضع، غير بس الناحيه الاعلاميه هي اللي بتقلق الناس، لكن الناس بتعاملنا معامله طيبه جدا، ما كناش بنتعرض خالص لحتة مسيحي ومسلم ديت. ولغاية الآن معظم الطلبة يعرفون إن أنا مسيحي، ما فيش حتى في أي وقت من الأوقات حب يجرحني من الناحية ديت. يعني صلى الله قدوس القوة قدوس الحي الذي لا يموت. والله ابدا، احنا نتمنى قاعدين ناخد هنا في ليبيا من 2003 توا، بس بدت الاضطرابات بسبب صراعات سياسيه الله اعلم كانت دينيه، مش عارفين والله. تشتت الاوضاع ما بين، مش عارف كيف نقول لك بالضبط، لكن شو بنقول لك، هو بيأثر علينا احنا كعماله عاديه في الاخير، مش عارفين نستريح في الخدمه بتاعنا. احنا امورنا طيبه في ليبيا، نتمنى نقعد قاعدين خدمتنا هنا في ليبيا على سبيل ما عندناش خدمه كافيه في مصر.